ديفوار طلباني رئيس المجلس وكالة مع دوائر الصحة والزراعة والموارد المائية والشباب والرياضة والتجارة لمناقشة مشاريع عام 2014. وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي استضاف مدراء وممثلي الدوائر المذكورة ومديرية دائرة التخطيط والمتابعة، ناقش المشاريع المقترحة لكل قطاع على حدة والتي تستوجب إدراجها ضمن خطة العام الحالية. وأكد مجلس محافظة كركوك أنه سيتم اعتماد المشاريع المقترحة والنهائية لكل دائرة بعد الأخذ بملاحظات وتوصيات المجلس ولجانه، وفي مقدمتها التأكيد على مستلزمات الإدراج وتخصيص الأراضي للمشاريع، فضلا عن تحقيق التوازن في مسألة توزيع المشاريع بحيث يشمل جميع مناطق المحافظة دون تمييز. بدأت المقاتلات الأمريكية ومقاتلات الدول الحليفة لها بشن ضربات